السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنتطرق إلى أول موضوع من موضوعات اللي هو البروسيجر أو السب بروجرام يونت اللي بنقدر نستخدمها في البي ال اس كيو ال. طبعا في هذه المحاضرة سوف نتعرف على الستورد بروسيجرز. الهدف من هذه المحاضرة إنه نتعرف كيف نعمل بروسيجر، نعمل بروسيجر with parameter، نحاول نفرق بين الفورمال اند اكشوال باراميتر اللي بداخل البروسيجر، ونستخدم حاجه بسموها باراميتر باسنج مود، وكيف ننادي البروسيجر وكيف نعمل اللي هو هاندل الاكسبشن داخل البروسيجر. سابقا احنا تعرفنا على الانومس بلوك. الفرق بين الانومس بلوك والسب بروجرام اللي هي بتتكون من البروسيجر والفانكشن انه الانومس بلوك كان unnamed بلوك، لكن البروسيجر والفانكشن عباره عن named بلوك. هذه كومبايلد افري تايم، يعني لو انت عاوز تشوف الاوتبوت كل مره راح تعملها كومبايل. هذه كومبايل اونلي وانس، بتصير عباره عن اوبجكت من الداتابيس زي ما هو بيقول هنا، not stored in database، لكن البروسيجر والفانكشن stored as object database. هذه cannot be invoked in other application، هذا بنقدر نستخدمها باي ابلكيشن تاني بنقدر نستدعيها وناخذ الاوتبوت. هنا دونت ريتيرن فاليو، هذا السب بروجرام لنوع فانكشن بيعمل ريتيرن فاليو. هنا ما بياخذش باراميتر، كانت تيك باراميتر، هذه كان تيك باراميتر. اول شيء وات از بروسيجر؟ البروسيجر هو عباره بالعربي هو اجراء. از ا تايب اوف سب بروجرام ذات بيرفورم ان اكشن كان بي ستورد ان داتابيس، يعني بصير هو عباره عن داتابيس schema object. It promotes reusability and maintainability، يعني بنقدر نستخدمه عدة مرات من خلال استدعاء. طبعا هذا اللي هو السنتاكس، no create procedure or replace، لو كان احنا بدنا نعمل تعديل على البروسيجر اللي كتبناه بنحط replace. create or replace procedure، اسم البروسيجر، بنحط is او as، في local variable لو بدي استخدمهم، و begin و end للبروسيجر، وهذا عبارة عن بي ال اس كيو ال بلوك. نشوف هذا الكلام بالعملي كيف بدأ. كان عندنا زمان نكتب ديكلير لانه في عندي بيجين وعندي ايه، لو انا بدي اطبع اي جمله داتابيز مانجمنت سيستم put hello بالشكل هذا، كنا زمان احنا كل ما عاوزين نستخدمها نعمل ايه، run للستيتمنت هذه بالشكل هذا، وكان ايش بدها ست سيرفر، output on نعمل run. بالشكل هذا، وكان كان يقول لي هلو بشكل. لو احنا بدنا نعرفها كبروسيجر بنقول كرييت بروسيجر اسمه بي 1 از بيجن ان، نعمل ايه؟ ايش قال لي؟ بي 1 كومبايل. لو جينا هنا للاوبجكت، جينا على البروسيجرز، بنلاقي عندنا بي 1 وهيو بقول لك انه عندي بروسيجر اسمه بي 1، تمام؟ صار عندنا بروسيجر اسمه بي 1 بالشكل هذا. لو احنا بدنا نشغل بي 1 بنروح هنا بنقول له اكزكيوت بي 1، شغلناه كده فكتب لي هلو، او في طريقة ثانية بنقول execute b1 وهذا بنوقفها. اختصار الثانية هيروح يكتب لي hello world بالشكل هذا. طبعا احنا طريقة الاستدعاء ممكن احنا نكتب بالشكل هذا، نقول begin anonymous block، بنقول end
ونقول له ايه بي 1 بالشكل هذا، وانه نشغل برضه نفس الحاجه ادانا اياه. ده عندنا 3 طرق للاستيعاب. فقال لي هلو اصبح عندي بروسيجر بالشكل ده، تمام، هاي بي 1 الكود تبعه بالشكل ده. طلع هو اوتوماتيك حطه اور ليست، لانه لو بدك تعدل عليه ونقول له هلو سي اس تي تعمل له كومبايل. تمام، او بتاخده مره ثانيه تقول له ايه كومبايل، فبروح بعمل له كومبايل، بصير عندك سي اس تي بالشكل هذا. لو انت لديته كمان مره بقول لك ايه هلو سي اس تي. هذا بالنسبه لمين؟ للبروسيجر بالشكل هذا. طبعا هنا بقول لك طريقه اللي هو الاستدعاء البروسيجر. اول شيء بنحط بي ال اس كيو ال، بروح بعملها البي ال اس كيو ال فايل هذا، بعملها لود في الاوراكل، بعملها كرييت كومبايل اند ستور، بعملها اكزكيوت جوا البي ال اس كيو ال، بعيش لو فيها ايرور برجع لك ايرور لليوزر اللي موجود لو كان اس كيو ال او بي ال اس كيو ال. البارامتر عندنا، البارامتر عارفين شو هو البارامتر؟ اللي هو ديكليت افتر ذا سب بروجرام نيم ان اس كيو ال هيدر، باس اور كوميونيكيت داتا بتوين ذا كولر اند سب بروجرام، تبعت له كولر بروح بنادي البروسيجر والبارامتر. ار يوزد لايك لوكال فيريبل بات ار ديبند اون ذير بارامتر باسنج مود. يعني البارامتر اللي عندنا لها 3 مود. البارامتر المود الاولاني بسموه ان، والثاني بسموه اوت، والثالث بسموه ان اوت. الان هي ديفولت، هي اللي عن طريقها بنقول بروفايد فاليو فور ذا سب بروجرام تو بروسيس، هو بتدي له الفاليو مباشره. الاوت كانه انت بتدخل البارامتر والبروسيجر هو ذات نفسه بيعمل ريتيرن للفاليو تو ذا كولر، يعني برجع لك الفاليو لك. الان اوت بيعمل سبلاي وبرجع الفاليو كاوتبوت بس بغير عليها، يعني هذه كول باي فاليو وهذه كول باي ريفرنس. تمام، هيك بنحط البارامترز. لو بدنا نعمل ريس للسالري ادينا له الاي دي والسالري از بيجن واند بالشكل هذا، وهنا بروح بنحدد له الاي دي وبنبعت البارامتر ام اي دي بالشكل هذا، اما بنحط ال 100 او بنبعتها ايه كول باي للايدنتيفاير بتاعها. نروح نعمل برنامج بسيط يعمل ريس للسالري عن طريق بارامتر. فاحنا بنيجي هنا كريت اور ريبليس كريت بروسيجر كريت اور ريبليس بروسيجر اسمه ريس سالري. ريس سال بيجن، طبعا هذا بياخذ اللي هو الام اي دي نوع نمبر، وممكن نبعث له القيمه اللي هي السال قال في سال از نمبر برضو، ونقول له هنا is begin update employees set salary بيساوي salary زائد VSAL طبعا هنعدل الكل ونقول له وير الامبلوي اي دي بيساوي الامب اي دي. تمام، وعملنا له هذا كومبايل. ايش بقول لي؟ سالاري. نعمل له كومبايل كمان مره. كومبايل تعقدنا نستدعيه. كيف بنستدعيه؟ بيجن بنقول له هذا ايش؟ لو عملنا له هذا ريفرش حيطلع عندي ريز سالري ريز ريز سالري، هيقول لك اخذت الايه؟ ال 120 او رقم 100 زيدوا 200، وانا قلت له اكزكيوت. ايش بقول لي؟ ريز سالري ماست بي ديكليرد ريز سال اسمه هيو. جينا للهنا بتلاقي الموظف كل مره بيعملوا هيك، بتضيف كل مره 200. لو احنا رحنا عملنا سيلكت سالري فروم امبلويز
where الامبلوي اي دي ايكوال 100 بعد كل مرة سالاري 4 كذا 4400 لو مسكناه من الاول هيك نقدر هنا run script وهنا run script run statement 4000 24600 فبضيف كل مرة هو 200 للموظف هذا. نيجي نكمل، قلنا انه هو ال in و out و in out، طبعا باي ديفولت هو in لانه بنبعت القيمة زي ما هي، لكن لو كان عندي طبعا زي ما احنا شايفين هي هو البروسيجر هذا ريس سالري فاخذ الان ونوعه امبلوي، هذا ما فرقتش معنا لو كان نمبر او كذا، واعمل ريز للسالري بالشكل هذا، وهنا اعمل له كولينج للبروسيجر للتكيه. بالنسبه للاوت هنا طلع، لو احنا طلعنا هنا لقينا عندي النيم والسالري نوعهم اوت، لما انا بقول نوعهم اوت فكان بقول سيلكت لاست نيم والسالري انتو النيم اللي عندي هنا كباراميتر والسالري كباراميتر فروم امبلوي وير الاي دي اللي انبعت عندي ان. فلما انا بنادي الكويري او بنادي البروسيجر هذا اللي موجود فانا ببعت له الاثنين هذول الفاريبل من غير قيم، والقيم هذه لاحقا بتتعبى من خلال الاوت، يعني من خلال البروسيجر هو بحط فيها القيم هذه داخل الباراميتر. تمام؟ طبعا هذا قصه الاوت، يعني انت برضه ممكن تطبعه بشكل هذا. طلع لو احنا نادينا الكويري امب هذه، نكبر الشاشه، لو احنا طلع عندي لو انا ناديت الكويري امب هنا، هذا عباره عن باين فيريبل، هو معرف باين فيريبل او فيريبل عادي، فهو ايش حيسوي؟ حيبعت هذه للقيمه اللي هنا وهذه للقيمه اللي هنا، ولما احنا ننفذ الكويري هذه بتكون عباره عن اوت زي ما احنا شفنا هنا، حيعبيهم في تو باين فيريبل هذول ويطبع لي اياهم عادي. تمام؟ وهذا بيسرع عمليه ايش؟ اللي هو التطبيق للبي ام اس كيو ال كويري الموجوده او البروسيجر الموجود عندي. طبعا ان اوت هنا بقول لك فور نمبر بيفور ذا كول وفور نمبر افتر ذا كول، انا اديته الرقم هذا فانا بدي اروح يقسم لي اياه ويرجع لي اياه بالشكل هذا. فانا ان دخل عندي ان اوت اللي هو الفور نمبر، اللي صار عندي جوا هنا انه اخذ كل سبسكريبت، اخذ اول ثلاثه لحال حطهم بين قوسين زي ما احنا شايفين. بعد هيك اخذ من عند الرابع ثلاثه واخذهم لحال وحط معاهم اللي هي الداش هذه وكمل الباقي بشكل هذا. المفروض البروسيجر هذا يرجع لي الفورمات هذه، لو انا حطيته ان مش حيرجع، لكن لو انا حطيته اوت بيرجع لي. ان اوت بدخل القيمه هذه بعملها كول باي فاليو، وبرضه بعملها كول باي ريفرنس برجع لك القيمه اللي موجوده هنا. تمام؟ يعني ممكن انت تطبع اللي هو القيمه زي ما هي موجوده هنا، برجع القيمه بالبارانثيسز اللي موجوده عندي افتر كول. طبعا كيف تعمل عمليه كولينج؟ فبقول لك انا يعني في شويه طرق لعمليه الكولينج، انه انت ممكن تناديها بالشكل هذا. طلع لو كان انا بدي انادي اللوكيشن اللي هنا عند النيم وعند اللوكيشن، فانا اللوكيشن ببعته تكست، ممكن ابعت اللوكيشن بنمبر لو انا بدي امنع الترتيب، يعني باسنج باي نيم لوكيشن، يعني الترتيب هذه بالاول هذه بالثاني، فانت بتكتب قبلها اسم الباراميتر وبتحط يساوي او اكبر وبتحط القيمه اللي انت بدك اياها، لو كانت تكست بتحطها بين سنجل كوتيشن، لو كانت رقم بتحطها مباشره. طبعا في عندي حاجه اسمها ديفولت، انت ممكن تستخدم ديفولت قيمه بدائيه لو انت ما بعتتش اي قيمه ثانيه، فبياخذ الديفولت لها 1700. تمام؟ زي ما احنا وهنا ديفولت انون تدي له قيمه افتراضيه، وهذا حسب ما انت بتحتاج في الشغل اللي انت بتعمل. نرجع بنقول لك الفرق بين الباراميتر الان والاوت والان اوت، هذا الديفولت مود، هذا ماست بي سبيسيفايد، لازم انت توضعه، وهذا لازم انت توضعه بايدك.
values passed into some program. هذا values passed and returned to the calling environment. Passed into some program and returned to the calling environment. يعني هذا بيحتوي التنين هذول. Formal parameter as constants. Uninitialized variable. وهذا ممكن تكون initialized variable. The actual parameter can be literal, expression, constants or initialized variable. هذا must be variable. تقدرش تحط له قيمة. وهنا لانه الاوت الاوت بتغلب على الان فهو بتكون must be variable. هنا كان بي اساين ديفولت فاليو، هنا ما بنقدرش نحط هنا ديفولت فاليو في الان اوت او الاوت لحاله. كيف احنا ممكن نستخدم البروسيجر؟ طلع عندي هلا انا عندي كيرسر، وفي الكيرسر هذا بدي الف عليهم واحد واحد، وكل واحد عمل له ريزن للسالري، فانا بعمل ريزن للسالري داخل اللوب. يعني كل مره ببعث الباراميتر هذا اللي هو هذا اللي هو امب كيرسر امبلوي اي دي جاي من الكيرسر، كل مره بتغير. تمام. طبعا هنا ممكن تحط اكسبشن هاندلنج او بتعمل اكسبشن ريز في قلب اللي هو بعد البيجن، وتحط يعني وانت جوا جوا البروسيجر تعمل اكسبشن. الاكسبشن هذا بقول لك انه بصير ريز له، ممكن تكمل على مين؟ على البروسيجر اللي موجود. لو كان الاكسبشن بيطلع كده هاي اكسبشن، فهذا طلع الاولى الثانيه الثالثه، فلو كان عندي اكسبشن هنا ما بيرضى يكمل وبقف. تمام. هذا في عمليه الاستدعاء له. لو كان في جوا اكسبشن اي ايرور طلع بيطلع لك الاكسبشن بوقف. هذا البروسيجر، هذا البروسيجر هذا هو عباره عن اد ديبارتمنت، بيعطي لك اللي هو الديبارتمنت اللي انت بدك اياها تضيفها، فبروح انت بتنادي باسم الدائره، بتروح بتحط الرقم تبعها واللوكيشن وبتطبق. لو كان في عندي اي ايرور طلع فما بيكمل عندك البروسيجر. طبعا هذا كنترول ريتيرن تو اكسبشن سيكشن اوف كولينج بروسيجر، فبيقف عندك في الاكسبشن سيكشن لو كان نوت هاندل. لو كان عندك هاندل ذا الاكسبشن فهو بيكمل بعد الهاندل الاكسبشن. طبعا هذا بقول لك انه انا ما بضمش للقيم هذه، لان نوت هاندل ما بضيفهمش، لكن هنا كان هاندل اكسبشن فهذا ضافهم. لو كان هذا في ايرور بكمل على الثالث وبضيفه. البروسيجر كيف بنعمل له ريموف؟ بنعمل دروب بروسيجر، لانه كلمه دروب بتتعامل مع اي داتابيس اوبجكت، فانت دروب بروسيجر اسم البروسيجر بعمل له دروب. تمام. سبيل المثال دروب بروسيجر ريف سالري، فبعمل دروب ده للبروسيجر، فبطير البروسيجر بطل عندك موجود. طبعا هذا بيحكي كلام كيف نعمل له فيونج للبروسيجر كود، يعني مش حنحتاجه كثير. هيك احنا بنكون خلصنا اللي هو معلومه البروسيجر، وبتفهمنا كيف عملنا بروسيجر وكيف نتعامل معه. طبعا هذا البروسيجر الموجود عندي، لو انا بتعمل دروب دروب بروسيجر ريس هيك بعمل له دروب بروسيجر ريسر دروب، تعمل ريفرش. طبعا هاي البروسيجرات موجوده هنا. انت ممكن برضه طريقه ثانيه تعمل نيو بروسيجر وتحط اسم البروسيجر اللي بدك اياه، تقول له مثلا ريز سالري. تمام. اد نيو سورت، ممكن تحط اللور كيس تخليه كله، وتحط البارامتر اللي بدك اياها، بارامتر 1 بارامتر 2 بارامتر 3. تمام. وتسمي البارامتر هذا ام اي دي مثلا، وهنا تقول له سالري فال سالري، وهنا الديبت ديبت اي دي، وهذا تقول له هنا نمبر، كلهم نمبر. ممكن تحط له ديفولت فاليو هنا 100 اللي بدك اياها بالشكل هذا، وتقول له موافق، وتكتب هنا جوا البيجن واند، تكتب الكود اللي انت عاوز يعمله البروسيجر الموجود عندك. لو عملت هيك رن يطلع لك ايرور، لكن لو انت حطيت نال بين البيجن وانت هذا البروسيجر ما بيعمل اي شغله عندك. تمام؟ واضح؟ هذا وبالله التوفيق. ان شاء الله المره القادمه بنتعامل مع كيف الفانكشن نبنيها وكيف نتعامل معها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.